أسرعكم أحبتي الكرام، كلمة اليوم من هذا الكورس المميز هي كلمة anyway. anyway كلمة مهمة جدا، هيا لنتعلم أسرار هذه الكلمة. anyway get ready، اجهز. write all the phrases. so you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and repeat after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس حين نشرها. التكرار أم المهارات، لذا كرر الدرس عدة مرات حتى تتقنه بشكل جيد. كلمة anyway، anyway بمعنى على أي حال، على أي حال، بأية حال، بأية طريقة كانت. anyway، anyway، anyway. we weren't happy، we weren't happy. اقرأ معي. we weren't happy، we weren't happy. لم نكن سعداء. we weren't happy. But we paid him، ولكن we paid him anyway، ولكننا دفعنا له على أي حال. we weren't happy but we paid him anyway. هيا لنقرأها معا. we weren't happy but we paid him anyway. أحسنت. نأخذ مثال آخر. I told you، I told you، أنا أخبرتك. it's all right، كل شيء على ما يرام. I told you، أنا أخبرتك. it's all right. and anyway، وعلى كل حال. it was my fault، كان خطأي، كان هذا الشيء خطأي. هيا لنقرأها معا. I told you، I told you. it's all right، it's all right. and anyway، it was my fault. أحسنت. مرادفات كلمة anyway: in any case، in any case، in any case، at any rate، at any rate، anyhow، anyhow، at all events، at all events. حاول الآن أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة anyway. anyway لا بأس أن تكتب كلمة جديدة، ولكن أيضا بإمكانك استخدام إحدى الأمثلة الموجودة مرت علينا في هذا الدرس، اكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق لتتمكن من استخدام كلمة anyway. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الدرس القادم قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.